رجعنا لكم تاني وبرحب فضيلة الشيخ أحمد دسوقي الداعية الإسلامي. أهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. ويمكن لو كنت حضرتك متابعنا وسمعتنا من بداية الحلقة مع دكتور مجدي عاشور، كنا بنتكلم في ممكن يكون موضوع الساعة، إن في ناس كتيرة يعني الواقع الحالي في العالم كله، وإن في تضخم موجود في العالم كله بيؤثر بتأثير سلبي على بعض البيوتات وعلى الدخل اللي موجود، ففي ناس كتيرة متأثرة، وفي ناس إزاي ممكن يتم معالجة ده. وأتكلم في حاجة مهمة جدا، يعني بصراحة من أهم أسباب البركة في البيوت مع الارتفاع في الأسعار وكده، إزاي ممكن الناس تقدر تدبر حالها وإن هي تمشي وتقدر تكفي نفسها في ظل هذه الارتفاعات، إن ولو في جزء أنا مكفيني جزء من المال اللي أنا بقضي بيه احتياجات بيتي أطلع منه جزء صدقة. نعم. فتحل البركة. نعم. أنا إحنا محتاجين البركة، محتاجين البركة تعود. نعم. للبيوتات، ومحتاجين إن إحنا نستشعر البركة في المجتمع. إزاي تحل البركة من الصدقة؟ حضرتك مصدقة كلام ربنا ولا لا؟ نعم طبعا ونعم بالله. ومصدقة وعد ربنا ولا لا؟ نعم، إن وعد الله حق. ولا زوال الكون كله عند الله عز وجل أهون من ألا يحقق وعده في آية من كتاب الله. ونعم بالله. قال جل في علاه في سورة تسمى بسورة سبأ. نعم. قال بعيدا عن حسابات البشر. قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. يعني الخلف عليه. ثم قال في ختامه لهذه الآية فهو خير الرازقين. خير الرازقين، أيوة. خلي بال حضرتك، ذكر الله بأن العطاء يزيد الرزق. نعم. ما قاليش فايدة العطاء بالنسبة للمحتاج. أنا المحتاج. إن كنت حضرتك فتحت في ظل الأزمة باب لواحد محتاج، لا انت في الحقيقة فتحت لنفسك ألف باب. صحيح. ان كنت انت حضرتك فكيت قربة من قرب اخيك في وقت الازمة، انت في الحقيقة فرشت عن نفسك ألف قربة من قربك. نعم. دي في الحقيقة فعلا. نعم. لذلك قال جل في علاه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. وهو خير الرازقين. نعم. سيدنا عبد الله بن جعفر بن ابي طالب كان في وقت الأزمة يعطي عطاء غير محدود. لدرجة أن سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما قالوا له أنفق بقدر المعقول. إيه اللي بتعمله ده؟ أنت في وقت الأزمة أنت مش خايف إيه اللي هيحصل بكرة؟ مش خايف من الفقر بقى؟ مش خايف أن الأزمة ممكن تطول؟ نعم. مش خايف أن المرض ممكن يحصل بكرة وما تقدرش تعالج نفسك؟ فقال لهم لقد عودت الله عادة وعودت عباده عادة وأخشى أن أغير عادتي فيغير الله عز وجل معي عادته. الله الله. خايف. الناس كانت بتفهم. الناس كانت بتفكر صح. ناس يعني تخيلي في وقت الأزمة وارتفاع سعر الدولار رجال الأعمال تأثروا بذلك. فما بالك بالناس اللي مش لاقية تاكل وتشرب. ناس مش لاقية تعالج نفسها، أكيد دول انعدمهم. يبقى أنا لازم أبص لهم علشان يفرج كربي أنا أولا. لو ركزت ودققت في معاني القرآن هتلاقي بأن العطاء المستفيد منه هو المعطي وليس المعطى له. نعم. واحنا اللي محتاجين له طبعا. طبعا طبعا. ومن عدل ربنا عز وجل بان الجزاء من جنس العمل. ده عدل ربنا ان الجزاء من جنس العمل. نعم. ما غرق فرعون الا انه قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. افلا تبصرون؟ فاغرقه الله وجعل الانهار تجري من فوقه. سبحان الله. الذي جعل إخوة يوسف يمدون أيديهم إلى الناس لأنهم باعوا أخاهم بثمن بخس. نعم. دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فالجزاء من جنس إيه؟ العمل. العمل. سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم يستريح بجوار البيت المعمور ساندا ظهره للبيت المعمور في رحلة الإسراء والمعراج، قال العلماء لأنه تعب في بناء كعبة الأرض فاستراح بجوار كعبة السماء. نعم. الجزاء من جنس إيه؟ العمل. الدنيا تدور وكل وكل ساق سيسقى بما سقى به غيره. نعم. اللي يعطي النهاردة الذي يمد اليوم يده لغيره هو في الحقيقة حفظ نفسه من يوم من أن يمد يده للناس. نعم. الذي يعالج اليوم مريضا في ظل الأزمة هو في الحقيقة صان نفسه
من المرض في يوم من الأيام. وما رأيت أحفظ للمعروف من الله. تخيلي أن ربنا يرسل نبي من أنبيائه من أولي العزم كليم الله سيدنا موسى، ويرسل معه وليا من أوليائه سيدنا الخضر. لماذا؟ من أجل أن يقيم جدارا لغلامين يتيمين. فما رأيت أحدا أحفظ للمعروف من الله سبحانه وتعالى. إحنا في وقت الأزمة لابد أن ننظر إلى الآخرين، حتى ولو لم يكن معي لابد أن تكون معطاء للناس. ده أفضل عبادة في هذه الأيام، أن نشعر ببعضنا البعض في وقت الأزمة. نشعر ببعضنا البعض، هو ده وقت التكاتف والتكافل. وبعدين لو انا خدتها تبنية من يقرض الله قرضا حسنا، هقول لحضرتك حاجه، شو بقى يضاعفه يعني طبعا. انا لو طلعت هيجيني اضعافه. اقلب الصفحه على كل ده. واحد شاف اخاه بينفق بطريقه فيها قدر غير معقول، بينفق ببزخ. فقال له: الا تخشى؟ مش خايف بكره ايه اللي يحصل؟ الازمه دي ممكن تطول ما تعرفش تعالج نفسك. الازمه دي ممكن تطول وما تعرفش تلاقي بكره. فكان من المتوقع أنه يقول له: ما نقص مال من صدقة يا عم الحاج، ما تخافش. لا، لكن أجاب بإجابة غير متوقعة. إيه هي الإجابة الغير متوقعة؟ قال له: لا خوف علي، أجر المنفق في هذه الأيام كالشهيد. الشهيد، أيوة، إحنا واخدين في سورة آل عمران: أجر الشهيد لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. وأجر المنفق في هذه الأيام، الرجل اللي بيعطي في هذه الأيام لا خوف عليهم، ما فيش خوف. ما فيش خوف من بكرة، ما فيش خوف من الأزمة تطول، ما فيش خوف من مرض. قال جل في علاه في آيتين في سورة البقرة في سورة الحفظ: قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. عارف يعني بالليل وبالنهار؟ يعني شغالين على طول، يعني شغالين طول الوقت. أيوة، بالصدقة. إيه النتيجة؟ فلهم أجرهم عند ربهم خلاص، ولا خوف عليهم، ما فيش خوف يا رب يجعلنا، ولا هم يحزنون، ما فيش حزن في هذه الحياة. هي دي بس ممكن لو طلعنا بيها هيبقى احنا ده اللي احنا عايزينه، محتاجين. ولهذا مؤسسة نبض الحياة بتسعى في هذه الأيام جاهدة بكل ما أوتيت من قوة ليلا ونهارا لإخواننا الأولى بالرعاية. الأولى، فقه الأولويات. بما أننا بنتكلم عن الأولى بالرعاية، فأنا هستأذنك نشوف تقرير عن الأولى بالرعاية وإزاي ممكن أن احنا نساعدهم ونسندهم ونرجع تاني. هدف مؤسسة نبض الحياة وصول المياه للأماكن الأكثر احتياجاً. طب المكان اللي احنا فيه دلوقتي قدامه طرمبة حبشية، يعني المية موجودة لأهل المكان، بس جينا كمان نوصل لهم مية متمثلة في عداد وسط مية. دكتور مصطفى ليه يا دكتور؟ عشان خاطر المنظر ده مؤلم، لأنه بيطلع لهم من تحت الأرض مش مية جميلة بقى بتروي عطشهم، لا، بتطلع لهم والعياذ بالله يعني أمراض بسبب اختلاط المية الطرمبة الحبشية بمية الصرف الصحي اللي طالعة من تحت الأرض، لأنها بتكون على بعد 5 أمتار أو 8 أو 8 أمتار. تمام. فما بتقدرش توصل لأنقى قطرة مية. طب بصوا معايا كده يا جماعة، بصوا معايا للي طالع من المية، بص كده، بص اللي طالع من المية، بص يا شيخ أحمد. يعني القصة يا دكتور مش وصول المية للمكان لا فقط. خالص. لا خالص. مؤسسة نبض الحياة من أهم أهدافها في حملة سقي الماء وبخاصة وصلات المية إن إحنا نحارب الطرمبات دي. تمام. إن دي تتشال من على الأرض الواقع. عارفين ليه يا جماعة؟ من مبدأ الوقاية خير من العلاج، دي بتجيب أمراض، بعد كده مشاكل صحية في الكلى، وبعد كده نبدأ نعالج. ده لما المنظر ده ما يكونش موجود، اعرف إن شاء الله عز وجل مفيش أمراض، يبقى أنت بتعالج مشاكل صحية من خلال القضاء على هذا الشكل. مؤسسة نبض الحياة النهاردة وهي بتوصل لإخواننا في عدادات وصلات المية، قابلنا أمنا اللي كلها خير وبركة، والله أقسم بالله وإحنا واقفين جنبها بنسأل ربنا عز وجل إن هو ينفحنا من نفحات أمنا دي. اسمك إيه يا حجة؟ عباسي. الله، عاشت الأسامي. الله، اسم جميل فعلا، من زمن جميل، وبيت كله بركة وخير. الله يبارك فيك. إيه اللي أنت عاوزاه؟ وإن شاء الله عز وجل املنا في ربنا كبير، اللي هتقوليه ان شاء الله هنعمله لك. عايزه يا حبيبي تدخلوا لها حنفيه، عايزه لها حنفيه. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله بنطمع في ربنا عز وجل. ربنا معاكم.
يا رب ان شاء الله. اعتبر الموضوع ده خلاص خلص ان شاء الله. يبارك فيكم ويخليكم ويحميكم. بس في حاجة تانية عاوزاها في المكان؟ نبي ولدي ما عايزة تقل عليكم. يعني لفتني وانا بتفرج على التقرير وقول للشيخ احمد على الست الجميله الطيبه دي، يعني وشها من غير ما تتكلم ومن غير ما يقول اي تعليقات عليها هي ست راضيه. وشوفوا البيت بتاعها يعني من تقريبا من 50 سنه تقريبا او اكتر، يعني ممكن يكون من 100 سنه، اللي هو البيوت القديمه قوي، البيوت اللي هي ممكن مبنيه بالطين. مش قصدي هو مبني من 100 سنه، اقصد ان هو على الطراز القديم، يعني لسه ما دخلهاش اي تطور الناس عايشه فيه دلوقتي، ما عندهاش اي يعني الامكانيات الاساسيه، الاحتياجات الاساسيه. فضلت شيخ يعني شايفه قد ايه ممكن كل اللي قالته عايزه حنفيه. بس كميه رضا موجوده عندها أنا بحسدها عليه. ما شاء الله. عندها رضا وقناعة وغنى جوه قلبها غير طبيعي. وكل متطلباتها في الحياة بسيطة. يعني أنا لاحظت إن هي ما طلبتش إن أنت حد يسقف لها البيت. التقرير أصلا إحنا لما أنا كنت بتكلم معاها إيه اللي محتاجاه؟ طب نجيب لك غسالة تلاجة. أي مش عاوزة حاجة. والبيت بتاعها بالخوص. بالخوص يعني ما فيش سقف. زمان شفت وهو معمول من الطين اللبن. شفت البوتاجاز. ده مش بوتاجاز اللي هو البتاع اللي بيستخدموها زمان دي. معرفش اسمها ايه اللي هو بيعملوا عليها. بتكلم على البوتاجاز اللي هو بتاع اللي هو بتولع بالخشب والقش. انا عاوز اقول لحضرتك بالله كانون. القانون كنت عايز اقول قانون بس مش متاكده يعني. بالله عليك دي ما تتاثرش بالدولار. دي ما تتاثرش بارتفاع الدولار. دي بقى مش يعني هي عايشه سبحان الله وراضيه يعني. ولكن حتى بقول لك يعني الاحتياجات الاساسيه للبني ادم. تفريش كربه ليها. مش هو تفريش في الاساس قربه ليا انا اصلا. لا وان انت هي انت هتدخلها الحنفيه تقصد وصله الميه دي. ايوه شوف انت هتجبر بخاطرها هي وتسعدها ببس ان هي يبقى عندها ميه تفتح وانت الحنفيه. وانت في الحقيقه اسعدت نفسك قبل ما تسعدها هي. ما انا قلت الجزاء من جنس العمل. هي ما طلبتش انك تسقف لها بيت، ما طلبتش انك تجيب لها غساله عشان ما تغسلش على ايديها. انا بقول شوف الاحتياجات هي طلبت حاجه هي بتتاثر بيها الا وهي الميه، لان هي عشان خاطر تجيب ميه ما عندهاش ثلاجه برضه صح؟ ما عندهاش، فعشان خاطر تجيب شويه ميه هي دي الحاجه اللي بتتعب فيها. وست كبيره. الحاجه عباسه ربنا يديها الصحه ويطول في عمرها يا رب. وفي كتير جدا زي الحاجه عباس. احنا كمؤسسه نظر الحياه بنقابل ناس كتير جدا مثل هذه الاشكال. لكن في نقطه مهمه جدا من النقاط التي يعني اريد ان اثير عليها، موضوع الثقه والمصداقيه. اتمنى موضوع الثقه والمصداقيه اولا كمؤسسه احنا بننادي وبنقول لحضرتك كمساهم ما بتيجي تتصل بمؤسسه نبض الحياه او تروح تحط فلوسك في بنك زي السي اي بي او في مكتب بريد، ده بيكون تحت رعايه ومظله الدوله. لكن لما بتروح تاخد ايصال من مؤسسه نبض الحياه لازم تتاكد ان عليه ختم المؤسسه وختم وزاره التضامن الاجتماعي. فاحنا بنقول لك الموضوع كله ثقه ومصداقيه. الناس دلوقتي لما تشوف الحاج عباسة عاوزه تتحرك بس حته الثقه بنقول لك تعالى ادي ثقه ومصداقيه. لو في حد عايز يعني مثلا من التقرير اللي بنشوفها حد عايز مثلا للست عباسة عايز الراجل الفلاني نفسك المؤسسة بتقول كده تعالى بنفسك. لا يعني ممكن يقول لك انا عايز اوجه تبرعي وصلة مية للحاجة ست عباسة. اهلا وسهلا خلاص تمام. الموضوع اتقفل. وتعالى بنفسك. رقم اتنين احنا بنوثق وصلات المية او الابار بحاجة تضمن ان الشخص ده اعطى للشخص ده. ازاي؟ في وصلات المية حديدة مكتوب عليها اسم المساهم بالسيريال نمبر بتاع الوصلة بتاعت فلان الفلاني وجيت له، او لو بير برخامه على الاسم وعلى السيريال نمبر بتاعها. اضف الى ان الايصال بتاعك دخل بطريقه مشروعه وخرج بطريقه مشروعه. هي حتى لو مش مكتوبه على الحديده ولا السيريال نمبر هي كتبت عند الله. احنا يعني طبعا ده اساسي. ايه دي بالصفحه عليه. لكن في الوقت اللي احنا فيه ده بفضل الله عز وجل المؤسسه اللي وصلت يعني لمرحله من النجاح الملحوظ وبقى لنا جمهور كبير جدا على ارض الواقع نظرا للانجازات والارقام اللي تمت، اكثر من 4000 وصله، اكثر من 1000 بير ارتوازي
لتجميع مياه الامطار اكبر اكثر من 1000 بير ارتوازي وبير لتجميع مياه الامطار واكثر من 1000 فدان زرعوا في وقت لا يساوي في حساب الزمن الشائع على الاطلاق 1000 فدان على ارض الواقع مزروعين من تمر المجدول 50 سطره 12 مسجد ارقام انجازات كل ده دليل ان في جمهور كبير جدا وثق في المؤسسه وثق ليه لان بنقول لك انت تعالى بنفسك وتعالى شوف ده على ارض الواقع مش يعني المؤسسه اللي بتقول كده نبض الحياه بتقول لك تعالى وشوف بعينك واعمل وخد ما يثبت ان كل ده ثقه ومصداقيه وبننزل نقول لك ارقام واحنا بنعمل ارقام والانجازات بيقابلنا معاناه يعني بنبين للناس معاناه من وسط الانجازات اللي احنا بنعملها اللي انت عملتها دي عشان نقول لك شوف زي الناس دي وصلت المرحله دي لسه في ناس الحال بتاعهم اهو وعايزين نوصلهم لدول زي ما دول وصلوا دول محتاجين يعني انت بتعرض لهم الحالات اللي وصلت لهم وساعدتهم وازاي وانت قدرت توصل لهم فرقت معاهم ازاي بس في ناس تانية محتاجينها لسه طب هي يعني لو حد مثلا دلوقتي بيشوفنا يعني مثلا عايز يعمل وصله ميه تتكلف قد ايه ظروفها يعني اعمل ايه يعني وصله الميه بتتكلف من 3000 ل 5000 على حسب المحافظه وعلى حسب الوصله اللي بتخرج هتاخد قد ايه وخلي بال حضرتك مش ده تمن الوصلة الأساسي تمن الوصلة الأساسي داخل في 13000 جنيه أمال أنتوا بتدفعوا الباقي من عندكم لا ده بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي كمؤسسة حكومية وبيننا إن احنا في تعاون بيننا وبين بعض بين الحكومة كمؤسسة حكومية وإحنا كمؤسسة من مؤسسة المجتمع المدني إنها هي من باب مشاركة المجتمع المدني في إن إحنا بيشيل علينا بيشيل عبء كبير جدا في مقابل إنك تجيب للشخص ده ما يثبت إنه محتاج تمام. وطبعا اللي محتاج مش هنتظر مؤسسة خيرية ان هي تيجي تعملوا له امال ايه اللي بيتم احنا عارفين ان انت محتاجة عارفين انك محتاج لكن بنعمل ايه وثق لذلك ان البيت بتاعك مساحته معينة مفيش فيه صبة مفيش فيه دخل عندك اراضي عندك كل ده ويتوثق من مؤسسة ويتوثق في المجتمع المدني الوحدة المحلية ان الانسان فعلا في امس الحاجة الى هذه الوصلة بناخد الورق ده كله ونقدمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي يقول لك هنعمل لك التخفيض من 13 ل 5 او ل 3 على حسب الوصلة المساحة اللي هتدخل الحنفيه للبيت. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده الوقت اللي احنا زي ما بنقول محتاجين ان احنا نتكاتف فيه ونتعاون فيه وتعاونوا على البر والتقوى هو ده التعاون المثمر. عايزين البركه تحل على بيوتنا ان احنا نشوف اللي محتاجين دول. ربنا يبارك فيكم ويعني ويجعلنا يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب يا رب هو دي والله ان ربنا يستخدمنا. على فكره والله شوف الدعاء ده بسيط ازاي ولكنه ليه معاني كبيره ويعني عظيمه يعني. انا بشكر الشيخ احمد السوي الداعيه الاسلامي ونطلع فاصل نرجع تاني.